اللي موشم في بدنه ما نجمش يصلي إلا اللي عنده شم في بدنه نعمل له شم عنده نجاسة ما نجمش يصلي به إلا التوبة. فسر لك؟ فسر لي به معناه اللي عنده وشم إذا التوبة. التوبة يا سيدي محمد التوبة معناه التوبة معناه الله اللي يعودنا ماسيا وهيت نبدأ التوبة. ثلاثة أركان في النقطة هذه. الإقلاع إذا كان عندك ستة ما تجد سبعة وثمانية وتسعة ما تسكرش بيهم العشرة. الإقلاع تقف غادي, تقف غادي. ثم بعد ذلك الندم. الندم فيه بارش أشكال منها أنه مش يقول تفر شو معناه هذا, مش يبدأ يقول لي بدأ يضحك شايد خدام والله قبل لا 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 يعود لنا معصية يبدأ يضحك. اسمعوا هذه, من ارتكب معصية وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي. الندم يغطي باللي نجم, ينحي باللي نجم, والإصرار على عدم تكرار الأمر. بعض الرموز اللي يحطوهم تسمى بالطلامس. كلام سيوة يولي الشيطان معاك وين أنت ماشي وين جاي.